اليوم حاسس بأسوأ شعور ممكن يحس فيه أي إنسان في هاي الدنيا، الشعور اللي ممكن يهد الجبال شو ما علت، الشعور اللي بيحسسك إنك ميت حتى وإنت حي، الشعور بالخيانة. أنا حاسس اليوم بالخيانة والغدر، ريحة طعن في ظهري. اللي مش فاهم عن إيش قاعد أحكي خلينا فاهم كل شيء اللي صار. اللي صار إن اليوم صحيت بأمان الله زيه زي أي يوم طبيعي، كانت كل الأمور تمام لحد ما فتحت اليوتيوب. فتحت اليوتيوب أول إشي طلع بوجهي أوف منك منزل فيديو، والمشكلة شو هو الفيديو؟ خربت حساب دراجونوف في فري فاير أو عودة عبود وأكبر انتقام في الأردن. لا لا انا عارف انه هو مجرد حساب في فري فاير، طبعا اكيد هو مش مجرد حساب، حساب ده مدفوع عليه الالاف، مدافع عليه دم قلبي هذا الحساب. انا مشكلتي مو مشكله بالحساب يا اخوان، اللي ما يعرف هاي الشغله، انا حسابي مش معطيه ولا اي انسان، فيش ولا اي انسان ممكن يتوقع ايش هو حسابي الا شخصين، اثنين بس من اليوتيوبرز اللي طلبوني انهم يعملوا استعراض لحسابي. وشكل الموضوع ما وقف بس لهون، انا متاكد انه اوف منك ولا بعرف اي شيء عن الهكر وكيف يسرق حسابات الناس، انا متاكد هذا الشيء. اليوم وبهذا الفيديو بدي اعرف مين هو الخائن، مين الخائن اللي طعنني بالظهر واعطى حساب لعدوي اكبر عدو لي حاليا اوف منك. الانسان هذا الخائن اللي سمح لاوف منك يخرب حسابي ونزل عني فيديو في اليوتيوب. خلينا نشوف الفيديو تبع اوف منك مع بعض. انا اتمنى انه يقول بس مين الشخص اللي اعطى حسابي، واللي اتمناه اكثر انه يكون هو قاعد يمزح وما اخذ حسابي ولا شيء. خلينا نشوف الفيديو تبعه. اخوانه كنت اعرفه قديش انا مشتاق لك الصراحه، وقديش مش حد فيش حد مهتم قديش انت اشتقت لنا. روح على تخرب الحساب، بدي افهم انت من وين اخذت الحساب يا حبيبي. اوكي اني اوكي بالقصه. لو نبحث على زين باليوتيوب، زين قبل فتره منزل وين الفيديو؟ زين قبل فتره منزل انه خرب حساب دراجونوف. لا اوعى تحكي لي، اوعى تحكيها، اوعى تحكيها يا زين، اوعى تقول لي انه زين اعطى حسابي لعبود. قسم بالله اذا زين اعطى حساب لعبود راح يشوف اشي عمره بحياته ما شافه، زين راح يشوف من الشر اللي عمره بحياته ما طلعته على حدا. اوكي بس خلينا لا نستعجل، خلينا نتاكد ايش اللي صار. اتوقع انه لسه حساب دراجونوف مع زين لحد الان، فراح استغل هاي النقطه لصالحي واحاول اخذ حساب دراجونوف من زين واخربه واخذه لي كانتقام. طيب بعد ما تواصلت مع زين قبل شوي بيقول لي هيو فايت على اللعبه اخيرا، طبعا تواصلت معاه قبل ما اصور الفيديو. هيو اوكي تواصلت معاه قبل ما اصور الفيديو وقلت له يفوت على اللعبه في شيء موضوع بدي اسولفه معك. لا بعت لزين والله شكل التوقعات، والله شكله زي ما توقعت. زين كيف قلب عبود؟ شو اخبارك؟ والله هين عايشين الحمد لله، انت شو اخبارك حبيبي؟ الله يسعدك. اسمع انا مش قادر اسولف كثير عشان اني مريض. والله الف سلامه الف سلامه. خليني اخش في الموضوع على طول. اسمع حكيت مع دراجونوف قبل شويه، قلت له بدي حسابك، قال لي اخذه من زين. هيو مع زين. كيف حكيت معي؟ انا اخر مره حكيت معك فيها كانت قبل سنه التركه. زين اوعى تصدقه، اوعى القسم بالله لو تصدقه على هيك على هيك على هيك كذبه، حتى الكذبه اللي كذبها افشل من افشل كذبه سمعتها بحياتي. اوعى تحكي لي انه زين صدق هيك كذبه، اوعى تحكي لي. خلينا نشوف معايا. طيب يا عمري اعطيني اياه عشان دراجونوف طالع. طيب شو صار قناتها ولا كيف؟ مش فاهم قناتها كيف رجعتها؟ رجعت. يا ريت انه ضل قاطع النت عند زين وانه فصل الاتصال وما قدر يكمل، بس اذا انه اعطاه الحساب يا ريت. بس خلاص الامور انتهت، انحلت القصه. اوكي طيب. طيب والله مبروك. طيب شو بيضمن لي انك مش راح تخرب الحساب؟ هذا زين اللي انا بعرف. ايوه هذا زين اللي انا بعرفه صح. شو اللي بيضمن لي انك انت ما راح تخرب الحساب؟ ايوه يا زلمه انت صح يا زلمه، عسل والله زين عسل يا رجل. ارن عليه. طيب لا يا قلب انا هسه حكيت معه. طيب ثواني خلنا ارن عليه اسرع وبرجع. الزلمه بده يا او عبود حبيبي اوف منك، الزلمه بده يتاكد. بلكي انت قاعد تعك عليه، بدك زي ما اخذ قناتك بدك تروح تاخذ حسابه. بلكي يعني انا شو يضمن له الزلمه؟ اكيد بده يتاكد. رن عليه هين، بس استنى مكالمتك هسه. خلي اسمع بقول لك هسه حكيت معه بدي اصور هالفيديو بس بحسابه. كذاب، ما حكى معي يا زين، لا ترد عليه. شو بده يضمن لي انت؟ هذيك المره كنت بدك تصفر حسابي. لا لا قوية منك يا زين بصراحة. اللي مش فاهم شو اللي صار، فترة عبود نزل فيديو عن حساب زين وكان راح يصفر له حسابه، طبعا ضيع له جواهر وخرب له الحساب وقاعد يبعث لأصدقاء وانسى عمل مليون شغلة، وقال بالآخر انه راح يصفر حسابه بس ما صفر. فزين سوري اسطورتي زين قاعد صار يقول لعبود انه صار يقول لا انت زي ما انت بيوم من الايام كنت تصفر حسابي، شو بضمنك ما تصفر حساب دراجونوف اللي خسرك واللي اخذ قناتك واللي شنع فيه يعني ما صراحة ما بضمن. اوكي اذا مالك انا بصفر حسابه يعني. بتصفره بس بدي اصور فيه يعني انه العب جيم وزيك واطلع. طيب بس يعني ما عندي يعني بعرفش ايش هذا الفيديو اللي لعبت جيم كامل بحساب دراجونوف. ايش فكرة الفيديو؟ زين بالله عليك اوعى تحكي لي انك صدقت، اوعى تحكي لي انك صدقت هيك كذبة يا اخوان. انا شغلة جديدة اكتشفت عن اوف منك. اوكي انا بقى اوف منك بعرف من زمان، بعرف كثير عن شغلات، بس اول مرة اكتشف لهالدرجة فاشل بالكذب يا اخي. اسلوب الاقناع متدني جدا يا اخي، ما بيعرف يقنع
حد اكثر من استاذ الرياضيات تبعنا. ايش هذا؟ ايش فيه؟ ابعث لي حسابك والله بدي اصور فيديو بدي انزله بكره على قناتي كمان. ابعث لي بدي اصور فيديو. شو بدك تصور؟ تحدي يوم كامل اني اكون اوف منك. ايوه خذ ابلع زي صار اقول له اوف منك انه ذا بدي بدك تاخذ حساب دراجون اوف. طيب هات حسابك مش صح الحسابات عندك عادي بيروحوا بيجوا عادي طبيعي. طيب اذا بدك تاخذ حساب دراجون اوف انا اعطيني حسابك برضه. الله كفو. لا والله العظيم انك كفو يا زين. طيب حلو على طول. طيب مش مشكلة عادي. تفوت هيك اسوي حالي انه انتحل شخصيتك واصور فيديو كامل. طيب بس يا عمري ابعث لي ياسر ابعث لك حسابي ابعث لي لا تحكي لنا نصدق دراجون اوف خلنا فوت اصور فيه. تحكي لنا نصدق اول شيء انت ابعث لي. طيب اذا تعال هاي الواتساب. طبعا يا اخوان هسه حطيت الحساب وبدنا نسجل يا معلم. خلني والله زين زين شو بتهيألك؟ ولك زين ايش بصير معك؟ يا رديت عليه هيك على السريع قال لك بعطيني حساب وبعطيك حساب ايش في زين؟ يا ربي يلعن حياتي انا طلع يا ربي. طب على قلطه بتاع احكي معي يا زين. زين تعال احكي لي قول لي دراجونوف عبود بده ياخذ حسابك اعطيه ولا لا؟ لا يا ربي. زين مفكر الحسابات زي قنال البيبسي ايام زمان تذكر لما كنا نشتري بيبسي جزايز ما تقدر تشتري جنينه الا لما تعطيهم الفاضي فهو مفكر انه هيك الحياه عنده. زين حبيبي يعني على الاقل 188 ألف جوهرة يا حبيب الله راح عجب. هاي زين فتح. زين شو قلب دخل في صوت. في صوت سامعني. امسك الماي. دخلت مية مية. خلاص انا هاي مية مية هاي دي بلش اصور بدي اصور فيديو يعني. يلا ماشي قلب روح. شو كيف الوضع؟ مية مية هلا. لا الجواهر فيديو وارجع لك. يلا ماشي دير بالك الجواهر بالله. ماشي يا عمري بعيوني. زين خلص يعني انا كنت حاب اوقف معك بس حاليا بقدر. اي جواهر قدامه 188 190 الف جواهر قدامه اكيد ما راح يدير باله عليهم يا اخي. انا 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 لو اني دخلت حسابي وقلت فيه 190 الف جواهر راح اقعد اسقد اشر اشياء هيك على الهبل مع انه حسابي مع اني انا الخسران. عفو الله لا تمزح. دير بالك عندك 6000 جواهر دير بالك تصرف. لا لا اضل بعيوني هذا. ماشي طل معطيه حساب فيه 188 ألف جوهرة مقابل حساب فيه 6000 جوهرة بس. ولا وبكل وقاحة يعني أوف منك جاي يحكي لزين قال بالله دير بالك على 6000 جوهر اللي معه في الحساب دير بالك عليهم يعني. صح اني راح أصرف 188 ألف جوهرة اللي عندي دراجونوف بس 6000 بضل برضه يعني يعني دير بالك عليهم يعني بضلهم إلي. يا عفو الله أول مرة أعرف إنه أنا بتعامل مع ناس الآي كيو تبعهم لهالدرجة واطي. أنا شو خلاني أعطي حسابي لزين؟ أنا شو اللي خلاني حسابي لزين؟ انقل اطلب اللي بدك اياه. شو الهدي شو السلاح اللي مش عندك؟ اكيد اطلب اللي بدك اياه ما هو مش حسابك اكيد على حسابي على دم قلبي دم. يا اخوان راح اصير انجلطه انا راح تصير لي جلطه اخرتني. خذ لك شو الهدي شو السلاح اللي ناقصك كلهن. شو لي كلهن صار لك شيء؟ شتقناري ايه خسر شتقناري قلب الشر. اسمع اعطي 10 باكيجات كثير 10 باكيجات كم 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 اسمع كم بدي استخدم كوبونات انا مش فاهم شو بتهيأله بدي استخدم كوبونات. يا حبيبي 199 بس يا حبيبي هاك 99 شتقن. شو كمان؟ والله اعطاني 100. طيب شو كمان بس ايه لا ايش بيسوي هذا قاعد حبيبي ابعت ابعت اسمع ابعت خلاص خلاص بكفيك بكفيك قول لهم تعالوا تعال جاي جنبي فوتي طلع قاعد يعطي اصحابه هدايا طلع بس رجوع عيدت عندي على اسمع الحلو الموضوع انه بعد ما اعطى كل الجوائز اصحابه الحلو الموضوع لسه ضايل معي 182 الف جوهره تمام. الحلو الموضوع انه حتى هاي كانت يعني محاوله فاشله. خلينا نشوف شو راح يسوي. ماكو دراجونوف فروم زيرو والله لا ماكو دراجونوف من زيرو حبيبي. في دراجونوف واحد بس بالحياه خذها قاعده في دراجونوف واحد بس بالحياه. التقليد صعب لا لا التقليد مستحيل لانه فيش الا دراجونوف واحد فيها. اسمع ماكو دراجونوف فروم زيرو تو هيرو اما دراجونوف فروم زيرو تو هيرو هاي عند داركو بس هاي عندنا ما فيش دراجونوف فروم زيرو تو هيرو. ماشي خلينا نغير اسم الحساب بدي اسميه مثلا اوف. اسمع خليني اتوقع اوف منك عمك صح بدك تسميه اوف او اوف منك او يا الله يا مشان الله جيبوا افكار جديده كلها افكار كلها افكار قسم بالله افكار تم انتهاء صلاحيتها والله العظيم كلها كل واحد باخذ حسابي بيقول يا اوف منك عمك ولا عس حسون عمك ولا زين عمك انا ليش اعطي حسابي للناس مش فاهم انا اندر سكور اوكي من كمل هنا
لا بزبط الشوف اوف من كهم معلم ايش بصير معك طيب يا اخوان الخطة اللي في بالي بدي اشوف من اعلى واحد بالنقاط اعلى واحد بالهذول طيب شارات الفير باص لا والله عرف كيف يصرفهم هاي شارات اعلى واحد بالشارات منطقة عنده 4000 شارة واحد من الفي اي بي لا والله شكله عرف كيف راح يصرفهم عنده 4000 شارة بدي اصير اعلى منه خليني اشتري شارة تمزح لا لا بربك لا بربك او منك لا بربك اسمي يبين هيك بالاول المزيد من الشارات يا لا برب يي خلينا طب اشتري سكنات طب اشتري سكنات احرق احداث ايش والله مش قايل لك لا بس اشتري شارات على الفاضي يعني اسمي راح يبين اول اسم طب على الفاضي انا شو استفدت من هذا الاشي لا بربك ولا لو ايش الف والله لا اشتري كمان لحد الان الف جو الف شاره طل لا اخوان طبعا اللي ما بيعرف يا اخوان ترى الشارات هو اكثر اشي غالي وعلى الفاضي بفري فاير تمام الشاره واحده حقها 50 جوهره الشاره الواحده حقها 50 جوهره متخيلين طلع اخونا في الله كم مشتري لي شاره لحد الان 37000 جوهره تمام مشتري 1200 شاره وابصر قديش ناوي يوصل 37000 جوهره انت متخيلين الرقم كمان بدنا كمان ايش لوين راح يوصل هذول بس 40000 وال كم راح يوصل شاره طيب خلينا نحرك كل هيو علىها يلا على الأقل جاب لنا أشياء كويسة طيب طيب بعد ما تحرق إيش راح يسوي يلا أشوف على الأقل يعني هاي جاب لنا أحداث يعني على الأقل إشي يعني هذول ما بحبش أحرق كثير ولكن يلا لا أحرق حبيبي الله يرضى عليك أحرق حبيبي الله يستعدك طيب بعد ما حرق كل شيء وجاب لي الأومات يلا إشي كويس طيب شو ناوي يسوي خليني أشتري له كل وال بدي أشتري كل المتجر طب يلا اسمعوا حلو الموضوع لساتني ما نزلت على 100000 جوهر لسه معي 124000 جوهره ولا عمري خلصه ولا عمري خلص الجواهر بشارات الفيربا طيب هون لا شلون هون هون شارات هو الاول لا الاول اصدقاء لا لساته اربع بدي 2000 شاره لا لا بدي يصير الاول بدي يطلع اسمه على الاول المتابعين بفوت يشوفني طب كم وال 2000 2000 شاره 60000 جوهره وقبل شوي 70 مش عارف كانوا 40000 جوهره 100000 جوهره ضيعهم بس على الشارات يلي ما والله ما بخاف الله اقسم بالله الانسان ما بخاف الله نشتري هسه 2000 طلع طيب بدنا نشتري كمان 300 اني لا بتسلى فيهم قاعد بدي احطهم 4444 بتسلى فيهم قاعد يا عفو الله طلع هاي هاي اعملهم اربعات هيك الرقم بصير طيب اربعات طلع اربعات طب ليش ممكن تعطيني السبب يخليك تعمل هاك اشي اخوك سهيل عالمين شوف الاول عالمين طلع هذا والله متوحد وحياة الله بيخاف والله العظيم الإنسان بيخافش الله 100000 شارة 100000 شارة قديه دافع هذا مليون مليونين كلية 3 كلا قديه دافع حقهم هذول طيب بوي هذول وين أنا لازم رقم واحد نحن لازم صرت كيف صح. أنا معي أكثر إشي ليش مش طالع بالهاي الحلو موضوع إنه في منك مش عارف إنه هاي الشاشة أو هاي القائمة بتتحدث كل يوم يعني كل يوم الساعة 3 المساء أو الساعة 1 المساء بتتحدث مرة تمام الحلو الموضوع من هون لوقت أنا راح أكون عارف إنه راح أكون داخل الحساب وراح أكون مغير الاسم فكل خطته كل هذا وكل الصرف هذا راح على الفاضي يا ربي هذا اللي بيصير لما يكون التخطيط فاشل هذا اللي بيصير الحلو الموضوع إنه كل هذا الفيديو راح هباء منثورة أول ما أدخل على الحساب راح أغير اسمه لدراغونوف وراح يصير أنا الأول على العالم فالكل راح يشوف اسمي أنا جي أنا أعلى واحد صرت هسه بجوز أتوثق بكرة أتوقع أنتوا لما تشوفوا الفيديو هذا أنا بتوقع هيك أني بكون قدمت شكرا 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 على الخطة الفاشلة شكرا على الخطة الفاشلة اللي ما استفدنا منها أي شيء على كل حال خلينا نشوف الحساب أوبا شوف ما شاء الله من 188 ألف جوهرة باقي لي بس 40000 جوهرة يلي ما تخاف الله أنت وزين بالذات
زين انا بلشت احقد على زين، انا مش عارف ليش الكل قال لي قلب ضدي، حمود قلب ضدي، عبود قلب ضدي، زين قلب ضدي، الكل قاعد يقلب ضدي يا اخوان. انا ما بعرف مين ضل معي، ما بعرف مين اليوتيوبرز ضل معي، ما بعرف. يا ربي يا ربي، طلع 40,000 جوهره صدايل معي. صح انهم يعني العلم موضوع نضل كويس عدد جواهر، يعني لو نزل حدث او شيء احرقه ما ضل احداث، ما احرقهم كلهم وقف منك. يعطيك العافيه. طلع حتى هاي جابها، لا طلع سكن البنت بس اللي بدي شيء جابه. طلع حرق كل الاحداث، ما خلى شيء. طلع طلع السكن اللي لابسه، طلع طلع ما شاء الله ذوقه ما شاء الله بجنن بالسكنات، كثير اسطوري بالسكن. روح روح على لبست سكن مثل العالم، روح خلينا نغير نرجع سكن مثل العالم. اوكي اوكي طيب هات لي مثلا هذا سكن، هذا سكن كثير خرافي. طيب لا بس اللي بس القناع المشكوك في امره شيل لي اياه الله يرضى عليك، حط لي قناع دراغونوف. قناع دراغونوف هو القناع احسن قناع واحلى قناع في تاريخ اللعبه كلياتها. حطينا القناع. اوكي طيب الاسم بس لحظه شوي، انا مش عارف ايش اللي بصير. لحظه شوي هذا ليش ليش كانه سماه اوف منك هنا ولا ابصر ولا بتهيالي بعدين رجع سماه داغونوف. داغونوف قال لي ما تخاف الله مسميه داغونوف. حسبي الله ونعم الوكيل، رجع لي الاسم زي ما كان، رجع لي يا دراغونوف. شو هاي جهفي في في ابصر ايش دراغونوف دراغو. ايوه رجع لي اسم زي هيك زي ما كان. ايوه هيك الامور احسن بكثير. احا في واحد سرق الاسم، الله يعطيك العافيه. طيب خلينا نحط عليه تعديلات بسيطه. طيب هيك ايوه هيك رجع الاسم طبيعي. نسمي لي اياه داغونوف. شو بتهيالك؟ انا مش عارف هو يعني تراجع، انا ما شفت شيء زي هيك بالفيديو، مش عارف هو تراجع عن كلامه، تراجع عن ايش كان بده يسوي ولا ايش، شو بتهياله. بس على كل حال بغض النظر عن الحساب، انا يمكن اكون كوي، انا صح اني قدرت استرجع الحساب، صح قدرت استرجع كل شيء، بس خسرت خساره كبيره. انا خسرت اصحاب، انا خسرت ثقتي في ناس انا كنت مفكر ثقتي بمحلها، او خليني انا خسرت عبود، خليني خسرت اوف منك، خسرت حموده، والاهم من كل هيك خسرت زين، او فعليا هم اللي خسروني، او فعليا هم اللي خسروني وخسروا ثقتي، بالذات انت يا زين. زين انت عملت زي حموده، زين انت عملت زي حموده، اخترت انك توقف بصفهم بدل ما توقف بصفي، وخلينا نشوف صف مين اللي راح يفوز، انا ولا انت.